إذا الوقفة ديال اليوم كتجي تنديدا بالقمع اللي تعرضنا له في الرباط. القمع اللي تعرضنا له في الرباط كان هو عبارة عن إنزال ممركز في الرباط، دعت له التنسيقية الوطنية الأساسية اللي فرض عليهم التعاقد خلال العطلة، ردا على الناس اللي تيتهمونا أننا كنتساهموا في هدر الزمن المدرسي. إذن أجلنا المطالب ديالنا حتى العطلة وجينا نطالبوا بالحق ديالنا في إدماج أسلاك الوظيفة العمومية باش نردوا على الناس يقولوا نحنا كنسيروا كنمشيو في هدر الزمن المدرسي. وإذا بنا نفاجأ أن الوزير كيتسارع مع راسو في الأكاديميات ويهلل بقانون الإطار 15-17-51 الذي يعتبر آخر مسمار في نعش المدرسة العمومية، وبالتالي نجد وجهنا بقمع ممنهج. ذلك موثقة لهذه الجرائم المرتكبة في حق الأستاذ ككل. إذن اليوم جينا باش نسدوا البرنامج الوطني الذي دعت له التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وهو إضراب يوم 22-23-24 تنديدا بما وجهنا به من قمع، وتنديدا بسياسة الأذن الصماء، ورفضا للمرسوم الذي تروج له الوزارة والذي لا يهدف سوى إلى إغراق المشكل بمشكل آخر. وقد برهنت الوزارة أنها عاجزة عن حل هذا المشكل الذي استمر لحوالي 5 سنوات.